أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، ورأى فظيع جناية لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن صدره طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر.